مساء الخير وفي قناة الحوار التونسي. مساء الخير، مرحبا بكم الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. نحب نرحب ترحاب خاص بأحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. للمشاركة في البرنامج بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 28-835-1000 كما هو موجود أسفل الشاشة، على رقم الفاكس 71-940-260، عنوان مؤسسة كاكتوس برود كما هو موجود أسفل الشاشة، صفحتنا على الفيسبوك عندي ما نقولك، ولمتابعة جميع برامجنا على الموقع الإلكتروني www.الحوارالتونسي.com، وبإمكانكم أيضا مشاهدة جميع برامج قناة الحوار التونسي. قبل ما نبدأ الإميسيون نمشي مباشرة إلى الأستوديو الفرع الثاني مع الزميلة ريهام. مساء الخير، مرحبا بك ريهام. مرحبا بك. نجم تصفقوا زيدا راه مرحبا. ما صفقوش علي. أيوا أو تفكركم على الأقل باش ما يكونوش يحايلوا. ريت لا حيلة لا تشيتين. مرحبا بك للا ضيوف. ضيوفك ريهام بيان سور في عندي ما نقول لك، ضيوفي من نجمو يكونوا كان حاضرين. نعم، على كل أنا أيضا ضيوفي حاضرين. على بركة الله ينطلق برنامج عندي ما نقول لك محصلة أو حوصلة للحكاية اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. مشاهدة طيبة للجميع. الليلة في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في زوز حكايات، باش نتبعوا حكاية عواطف اللي تبدل معها رجلها بعد ما دارت في يدو الفلوس وخانها وتخلى عليها. المهم الفلوس هذيك مشيت على مرأة. شو على مرأة؟ على مرأة، صحب مرأة. صحب عليك مرأة؟ اي على مرأة مشيت الحكاية الفلوس. وهي اللي نحات له 10 ملايين. على مرأة الفلوس هذيك مشيت. تعرفها انت المرأة؟ نعرفها ما نعرفهاش. اما توا باش نتبعوا حكاية عز الدين، الشاب اللي رفضوه عائلة الانسان اللي يحبها لانه فنان. قتلوا راه فما شكون معناها يحب على امل. قالها شنو يخدم؟ ما عرف شنو حكاية الحصير. قتلوا راه فنان حصير وجبدت له حكاية الغناء. قتلوا راه يغني. رفض دورك. الليلة الليلة في برنامج عندي ما نقول لك لأول مرة باش تطرح موضوع كيما اللي باش تطرح الليلة، لأنه الموضوع ماهوش طريف بقدر ما هو يكتسي نوع من الأهمية لأنه عنده علاقة بالزواج. الليلة عريس رفضوه عائلة العروسة، زوز العروس والعروسة متفقين ما عندهم حتى مشكلة، لكن أنك ترفض عروس لأنه ربما أخلاقه ما هيش باهية معقول، ينجم يكون الرفض عنده مبرر، أنه يكون ربما إنسان طالح ما هو الصالح عنده مبرر، إضافة لبعض الإشكاليات الأخرى اللي تنجم تخلي عائلة العروسة ما يتفهموش مع العروس. أما أنه يكون العروس فنان ويترفض، أنا الموضوع يولي فيه برشا ما يتقال. الليلة عروس فنان مطرب مغني رافضينه أهل العروسة. في هذا السياق نستقبله مع بعضنا سي عز الدين. هاي عز الدين جري. أهلا بيك عز الدين. صباح مرحبا بيك. تفضل عز الدين. منين؟ مرحبا بك عز الدين. انا في بالي باش تهبط لي بكوستيم و كاو مش في سواري عاده. توا انت تخدم فنانه؟ نخدم فنان، واني ساعه لازمني نعرف بروحي خاطر تري امبورطون معناها داخل في الحكايه. هو اي باهي، عندي دبلوم في الانفورماتيك جيسيون، مازلت معناها مازلت إيه انت فنان ولا فنان؟ اي قاري قاري كونسيرفاتوار بالطبيعه. وتغني في العروسات؟ نغني في العروسات كل شيء. عروسات حفلات ولا عيد ميلاد ولا حاجه من حاجه كيما ما لكن يسحقوك يجيبوك ان شاء الله بالطبيعه. اشكون عيد ميلاده قريب؟ اي اهلا سهيل باهي ان شاء الله المره الجايه. قداش عمرك؟ عمري 23 بريسك. واش تقرا؟ قريت كملت قرايتي، قريت انفورماتيك جيستيون. سيدي حتى نتعرف على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معايا هذا التقرير. طب عز الدين وامل زوج شباب جمعتهم قصه حب كبيره خليتهم يخطوا لمستقبلهم مع بعضهم. عز الدين كان متعلق بامل، الشيء اللي خلاه يتقدم الامل باش يخطبها من عائلتها وتصبح علاقه رسميه، لكنه اصطدم برفض العائله خصوصا بوها اللي ما حبش حتى يقابله لانه فنان. حاول عز الدين بشتى طرق لكن ما لقى حتى حل مع سي محمد بو امل، وب
وبقت محاولاته الكل بالفشل وانقطعت علاقته بأمل. عز الدين يقول إنه بين نارين، نار الإنسان اللي يحبها ويتمنى يكون معاها، ونار الفن اللي راه فيه مستقبله وكان سبب في إبعاده على أمل. والليلة جاء عز الدين لعندي ما نقولك بعد ما تسكرت البيبان في وجهه، مستدعي سي محمد يحب يقنعه اللي الفن ما هوش عيب، وإنه يحب أمل ويحب يكمل معاها أحياته الكل. أيوه سي عز الدين، انت عندك بطاقه احتراف الساعه ولا لا؟ لا ما عندكش. ما تنجمش تغني يا اخويا في العروسات وتقبل مقابل مادي، لانه القانون يمنعك. في بالك ولا في بالي بالحكايه اللي طلع بها سي مقدد سيدي؟ اي هو نقيب الفنانين واستند على قرار معناتها على قانون نافذ المفعول، كل فنان يشتغل يمتهن مهنه موسيقي وياخذ مقابل مادي مفروض تكون عنده بطاقه احتراف. ان شاء الله نعدي. سمعنا صوتك الساعه انت قبل ما تبدا تحكي، يلا خلينا نتعرف عليك. هاي خويا ان شاء الله تطلع صويت عاد. ان شاء الله نسمعك حاجه وخلي الجمهور يحكم. باهي برا هاي فماش ميكرو سمعنا. لا هاك عندك الميكرو هذاك امريكي. هاي ايش نقول ام كلثوم عبد الحليم؟ نسمعك خاطر اني نغني تونسي ومزود. شو احسن حاجه تغنيها؟ نغني تونسي ومزود. تونسي ومزود نغني. تونسي ومزود. اعطيني حاجه من اختيارك انت. باهي هاي هاوشيك ميكرو. ميرسي يا جاد، تحية كبيرة لجاد. هاي بون مش جاد بركة، أصدقائي التقنيين الكل روا لا يتغشوا خاطر. هاي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليل، يا ليلي ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. صبري موال قالوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شنتي سخننا الجو. صبري موال قالوه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا 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 با يا با يا با يا با يا با. دخلة وين؟ مكتوب علي نقاسين قاسين قاسي يا ليلي، والقلب الأحباب جرحوه والقلب الأحباب جرحوه. تدخل مدمعة فاضت كاسي يا ليلي، عشق مغروم نار الهيبة، عشق مغروم نار ونار الهيبة، عشق مغروم نار الهيبة، في نور العين حتى يجيبه، في نور العين حتى يجيبه. الله يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. سي عز الدين عاشق مغروم من مالك؟ جات على بالي حبوا بطل سي صبر ربيعي. عاشق مغروم قلت لك، شنو هي الحكايه؟ وين تعرفت عليه؟ هاي قرينا مع بعضنا. فين قريت؟ اني كملت قرايتي وهي عدات الباك وما خذتوش، دخلنا للسونتر دي لونغ نقرا مع بعضنا معني. عرفتها في السونتر هذيك، كنا اصحاب اللون معناها بديك لاس كل شيء. عرفنا بعضنا معناها، عرفتني اني وليت بيها كل شيء، وعرفت اللي هي زاد معناها بنية متربية وبنت عائلة وبيها معناها متربية كل شيء. زوز بهين معناها، عجبنا بعضنا كل شيء. هكاو كلمتها معناها، قلت لها راني معناها عندي قداش اللوجة على البنية كيفك وماذا بيا معناها نعملوا رولاسيون مع بعض. قالت لي اوكي امريكي، قالت لي ما شفت عليك شيء معناها امريكي وليت متربي وكذا. يعني عجبتك وعجبتها. هكاو عملنا رولاسيون وكل شيء. شنو عملتوا رولاسيون؟ معناها لا رولاسيون معناها كيما نقول ولينا كوبل معناها. ولينا كوبل صحيح. اي بيه ايه؟ شنو هو اللي عجبك فيها وشدك فيها؟ هي معناها هي ما تقدرش بنت عائله متربيه ما تقدرش معناها كنا كل بعضنا معناها لا اني قدرتها لا هي قدرتني معناها كنا كل بعضنا فيدال صحيح فيدال بعضنا. هكا هو معناها قلت لها راك عجبتني كل شيء، اني تو خليني نكمل قرايتي نمشي ندبر خدمه
من بعد تالي معناها نمشي نكلم بوك ديريكت, معناها نقول له راني حاجتي بنتك وكل شيء, خليني هو ندبر خدمه باش نلقى باش نواجهه, معناها نقول له راني يقول لي باش نواجهه نلقى باش نقله, اي نلقى باش نقله, معناها باش يقول لي شنو تعمل, باش نقول له بطال وحاجتي بنتك ما جاتش لازمني على الاقل نقول له نخدم. قالت لي اوكي امريكا, مشيت الحكايه كيما كيك. عاد مره معناها لي كوبل كل اللي تعاركوا تصير بيناتهم حكايات, معناها نزيد الحاج كان تعاركوا اني وياها ولا حاجه, هي تتغشش واني نتغشش, تعمل معناها ريكسيون في الدار. جيت شنو ريكسيون؟ ما عرفش اني اي حكايه تتغشش في دار ام الحاج. امها معناها حلبت بها, شلقت بها شو امها شلقت بها معناها؟ لا مش قبل شلقت بها, شنو حلبت بها؟ نقول حلبت بها. باه هذه واحده لا سمعتها قبل, لما السياق نتاعها المره هذه لقيته في مش في بلاصته, ما فهمتش باه ايه حاصل. هم فاقت بها معناها قتلها, نقولوا شلقت احنا هاك ايه شلقت صحيح, اما حلبت هذه صايبه شوي جايه من حلبه فهمت حلاب نعرف شنو يعني تعلمت كيما كيكا معناها ايه كنا نقولوا انا نسمع هكا قتلها الانسان هذايا ما عادش تكلمه معناها, ما نعرفش شنو باش في مخها تقول لك معناها كان من توا هكا معناها ما زال بيناتهم حتى شيء ويتعاركوا معناها. لا هو يصير العرك هو اللي كوب كل يتعارك سبحان الله حاجه عاديه. قتلها ما عادش تكلمه. ما قالتش لامها اللي هي عندها علاقه مع حد؟ هي ما قتل, هي ما قتلهاش معناها, ما قتلهاش, اما كي معناها شلقت بها قتلها الانسان معناها اللي معها هذايا ما عادش اللي معاك ما عادش تحكي معاه. ما عادش تكلموا قتلها كي ما نعرفش شنو دار في مخها. من غير ما عرفتك ما شفتك؟ لا ما عرفتنيش معناها ما عرفتنيش جمله. اقترحت عليها قلت لها خليني قابل امك معناها ونحكي معها. هاي قالت لي باهي. مشيت قابلت خالتي حبيبه, حكيت معها قلت لها رأيني حاجتي بنتك وراني نحبها وزوزه نحب بعضنا, كان شفتها هي تغشت في الدار ولا حاجه معناها حتى اني راو كيفها معناها سبحان الله اللي كوبك وزوزه نحب بعضنا وتعاركوا مشيت. لا احكي لي على الانطباع نتاع خالتك حبيبه كي شافتك. يعني قلت لك اني نحكي لها معني كيما هكا دخلت لها قعدت نحكي معها كيما هكا معني. قالت لي قلت لها راهو حاجتي بها ماني ونحب ناخوها وناوي على الخير ونحب ندخل بالبيب مش مش قداش عمرك وقتها؟ عندها في رمضان الحكايه. قداش عمرك وقتها؟ 22 ما تراش روحك صغير على لونجاجمون؟ هي يعني هي شنو هي خاطر من الاول اني قلت لك من الاول معناها جينا باش تخليو الحكايه بيناتنا كهو كونش اني كندبر خدمه من بعد تالي نمشي نحكي مع ابوها يا اخي كي امها هي قصت الحكايه مشيت كيما كيكا. قلت خلي العائله تسمع, خلينا نمشي معني نطمنها ونقول لها راني اني بنتك مانيش نلعب بها معني نحبها. ايش قالت خالتك حبيب؟ سمعتني الحقيقه وقالت لي شنو تخدم معني, قلت لها راهو اني معناها ما زلت كملت قرايتي وهاني معناها نسعى باش ندبر خدمه وكل شيء, ان شاء الله دوبا ندبر خدمه نجي نحكي مع محمد ونقول له راني معناها نتقدم له باش نقول له راني نحب امل ونحب ناخوه. باهي قلت لها نخدم. انت قلت لها تخدم؟ ايش قلت لها؟ قلت لها معناها قلت لها نخدم فنيا بالطبيعه معناها تخدم فنيا. قلت لها قاري كونسيرفاتوار ونخدم معناها عروسيات عيد ميلاد حكايه. ايه ايش قالت خالتك حبيب؟ سكتت الحقيقه ما قالت لي حتى شيء. قالت لي نشاور عم محمد ونقول لك. قلت لها خلي معناها ندبر خدمه اني وتو نمشي معناها نخدم. تخدم فنان انت؟ اي خدمه اني نحب ندبر خدمه معناها كيما نقولوا خدمه رسميه, مش خاطر ماكش كل ليله تخدم فنان جيست شويه معناها سيزون في الصيف هكا, هو مش كل ليله ماهيش خدمه باش تعيش. ندبر راسك ما انت؟ اي ندبر الحمد لله, ندبر مصروفي ومصروف قرايتي وكل شيء. تي تعاون في روحك؟ نعاون بالطبيعه. باهي يا اخي هي مشيت حكيت مع محمد معناها. ايش قالت له؟ قالت له راه فما شكون معناها يحب على امل. قال لها شنو يخدم؟ ما عرفش شنو حكايه الحصير. قتلوا راهو فنان حصير وجبدت له حكايه الغناء. قتلوا يغن رفض ديريكت عليه. ما نعرفش هو تحكي لي عليها معناها امل. قتل لي راهو بابا متدين ومصلي معناها كيما نقولوا مشدد شويه في الدين فهمتها. قتلوا فنان هو ما نعرفش شنو مشى في مخه, اما متاكد 100% يقول لك ما دام فنان معناها راهو يسكر وراهو يشرب وراهو معناها يتكيف زطله ويتبع بنيته كل شيء. اما اني نحب نقول له حاجه سي علي. لا 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 مش هو اسمعني مش الفنانين الكل هكا. هذاك شنو بجيش نقوله؟ خلينا نحكي بارونتيز ساعه ونعطي اللي نتذكره. مش كل المتدينين هكا زاده, ما تسيئش الفهم وتدخل في لبس ماكش فاهم. احنا توا انت قلت لي هو متدين ما يحبش الغناء, حبيت نقول لك مش كل المتدينين ما يحبوش الغناء, وبالك اللي وصلك غلط ماهوش صحيح. لا هو صحيح, حتى حكيت مع الياس خوها خاطر يعرفني كل شيء, قال له بابا راهو معناها راهو طفل باهي كل شيء ومعناها ونعرفوا اني وما عندوش لا زاد لا ناقص وبليس يصلي معناها. سامح تو كان انت ما تخدم تو كان انت تلوج على خدمه, ايش مجبدك في حكايه فنان زاد انت؟ قعدت وجبدت حكايه من الحيط.
انت ماكش تخدم، انت تدبر في مصروفك. انت خدمتك اصلا ماهيش فنان. حاسك خذيت كلمه فنان وشديتها تعلى، معناتها وحلت روحك. كان سكت علاش وحلت روحي؟ سامحني يعني نخدم فيها سي علي، باش نكذب عليه نقول لك ما نخدمش يا اخي؟ هو مش يسمع توا ولا بعد مش يسمع لي يعني نخدم. انت شدت فيها صحيح الخدمه بالطبيعه يعني نحب الخدمه هذيك وقارك معناها نحب نوصل معناها بتكذب عليك نحب نكمل في الدومين هذيك خاطر عجبني ونحب وعندي موهبه وقارك وسيرفاتوار وكل شيء معناها. لا ومش عيب الفن حاجه باهيه وحاجه مهمه. هي ولات مشكله في حياتي، هي ولات لي مشكله في حياتي توا. شو كمل لي مشكله فيش؟ هو كحكي معاها الياس قال له راهو معناها طفل بيه وكل شيء ونعرفه، قال له ويصلي اون بليس، قال له يصلي ويصلي ويغني. ايش بيه شو المشكله؟ يعني نعرف مطربين يصلي ويغني، شو المشكلة؟ ما غير ما نسمي جل المطربين يصلي ويغني، شو المشكلة؟ هاني إني صدقني سي علي، قد ما خدمت الخدمة ذي لو عمري نهار لا شربت. صحيح عشت صغري كما العباد تقول لك شربت، أما مش في الخدمة. تصور قداش عمرك مش عشت؟ نحكي لك معناها شربت. قالوا عشت شربت أما معناها مش 22 سنة الرجل يضرب مكعب على 50 يحكي معايا في الحكاية، معناها ماهيش داخلة في الخدمة ما حكيت الشرب. صحيح شربت وكل شيء وعملت خلينا بالشرب تو مش موضوعنا احنا. ليه هو خاطر مشى في مخه يقول لك يسكر ويتبع في البنيات، هذاك هو شنو مشى في مخه هو راهو هذاك علاش هو رفض. إي باهي البنية اش قالت؟ شنو اش قالت؟ شنو اش قالت؟ البنية حاجتها بيك انت ولا هي حاجتها بيا وكل شيء؟ اما ماني خذيتك قالت لي ما نجمش معناها نعصي بابا وامي. معناها كهو فيها علاقتنا وقتها. والام شنو هي موقف؟ امها ما اني قلت لها قالت حبيبي خليني نحكي مع معني عدي لي وعم محمد خليني نحكي معه خلي امه يعرفني اني الحاجه اللي غيظتني اللي هو ما يعرفنيش وحكم عليه من غير ما يعرفني. ما عمري ما حكيت معه وما عمري ما قبلته وما عمره ما شافني ما يعرفنيش حتى بالوجه كي يرد في ثنيه ما يعرفنيش اني نعرفه شفته مره من بعيد. صار انه هو ما يعرفكش؟ ما يعرفني جمله هو حكم عليه هذيك الحاجه اللي غيظتني اني اني قلت له خليني امه قالت حبيبي قلت لها كلم عم محمد خليني ما نعرفش اني شو نمشي للخدمه ولا نمشي له للدار ولا في بلاصه. هي علاش ما مشيتلوش؟ ما نجمش نمشي له، هو قال رفض باش يقبلني جملة كبيرة. علاش ما هزيتش عائلتك؟ هزيت بوك هزيت امك ومشاو يحكيو وتوريني اللي انت سيريو اول حاجة امي ومهتم بالموضوع معناتها اول حاجة امي وبابا ما في باله حتى واحد بالحكاية حتى لتوا ما في باله حتى حد بالحكاية. يتوليك اش تعمل يا ولدي؟ معناتها تو ما في بالهمش ما في باله حتى حد بالحكاية معناتها باش تفرجوا فيها تو؟ هاي تفرجوا فيها تو وبو الطفلة باش يتفرج فيها تو بالضبط. ما يعرفكش؟ ما يعرفنيش جمله. خيك باش تعمل مفاجاه انت للناس كل انت زاد مع الجبل راك علاش؟ لا معناتها المفروض راك كيما نقولوا بلغتنا العاميه بسست معناتها ركحت الجو وقمت بمحاولات قبل المحاوله هذه. انت راك جيت عندي نقول لك شطرطه اني ما جيت لهنا الا ما لقيتش حتى حل. راهو اني حبيت نقابله قلت له خلي حبيبي امه اخليه يقبلني ويحكي معايا ونحكي معاه ويعرف طبيعتي ويعرفني اني شنو. كي وقتها كي يرفض هو وقتها كي يرفضني ما يصيرش نقول له مريقل نمشي على روحي. اما علاش انت تحكم علي وانت ما تعرفنيش؟ ما يعرفنيش جمله في هذه. إيه انا معاك في هذه. علاش اني ما لقيتش حل؟ لقيت كان عندي ما نقول لك في هذه عندك الحق فهمتني انه يحكم عليك حاجه غاضتني هذيك هي هذيك على جهه وما شافك وما حكى معاك. ينجم يكون ظلمك، ينجم يكون معناتها عنده فكره غلطه عليك انت. دونك انت علاش جيتني اليوم؟ جيت لهنا نحب نقول له عم محمد راك اول حاجه راك غلط فيها وراو معناه اللي مشى في مخك نتصور نعرفوا شنو مشى في مخك خاطر كيما حكيت لك اللي مشى في مخك راهو غلط عليا راني اني معناه الحكايات هذوكم اللي مشى في مخك راهو راك غلط فيهم فيها جمله. انا اللي قلقني في الموضوع هو السلبيه نتاع البنيه. البنيه نورمالمون كي جات حشتها بيك راهي قنعت بوها وقنعت عائلتها وراهي فتحت قنوات الحوار بينك وبينهم ولقات الحل. اذا الخو قبلك وسمعك والام قبلتك وسمعتك هي حكيت مع امها. قد كان هو سي محمد يذور لي هي حكيت عاد البنيه لهنا هي اللي كانت تنجم تحلها. ليه هي حكيت مع امها؟ هي حكيت مع امها قلت لها يا مرين نحبو انت تحبها؟ نحبها هي تحبك؟ تحبني. ايش بي ايست؟ هاني قلت لك اني خاطر هي ما تعمل حتى شيء. هي حكيت مع امها قلت لها يا امي راهو عزين معايا. قصدي ما عملتش مجهود كبير. هي ما نجمش تحكي مع بوها خاطر تخاف منه. حكيت مع امها قلت لها راهو معناها حاول احكي مع بابا راهو عزين راهو معناها طفل حبني وكل شيء وما عمره من نهار غدرني ولا كذب عليه في حاجه مشي معايا راجل مريق. البنيه في بالها بيك جاي لهنا انت قلت لها ولا ما قلتلهاش؟ لا ما قلتلهاش. يوم كان جاو في بالهم ما يجيوش. دونك انت اليوم عملت على عنصر المفاجاه للناس كل هذاك الحل الوحيد ما لقيتش حتى حل. بعد ان شاء الله ما نوصلوش للصدمه. ليه صدمه شنو؟ هنا
سي علي 50 سي علي نحب نوضح حاجه اني ساعه قبل كل شيء اني جاي لهنا راه مانيش باش نقول له جاب عليا ولا نقول له اعطيني بنتك بالسيف الميخله بالمكتوب ومش بالسيف راه مانيش باش نقول له اعطيني بنتك بالسيف اما باش نقول نوضح له حاجه نقول له عم محمد انت معني الرفض اللي رفضتني به انت ما جيش معني ماهوش باحترام ما احترمتنيش ما رفضت حتى باش تقابلني ومو كان قابلتني وحكيت معايا وعرفتني ايه ومبعث لي قلت لي نفهمك نمشي على روحي اما انت رفضتني من غير ما تعرفني شو قلت ليش صرفت معايا كما هيك على الاقل قابلتني وحكيت معايا ومبعث لي قلت لي علاش تترفضي وما تعرفنيش الا عليك وثبت ثبت في شنو هو حكى لي الياس حكى لي الياس قال له ديك قالوا له شنو كي قالوا له قالوا لهم شنو يخدم قالوا له راهو معناه يغني ديرك دبي عيط وقال لهم لا قال لهم هو من كلمه يغني خذا موقف من هذيك المشكله الوحيده فهمت انتوما فرتحوا ما فرد منطقه لا بعيد انت في بلاصه وهما في بلاصه بعد يعني ما تعرفوش بعض ما يعرفنيش ما نعرفوش بعض الليله شكون تحبني نجيب لك يا عزيزي نحب عم محمد بيصدي عم محمد علاش مش الطفل علاش مش البنات باش ندخلها طفله في الحكايه معناتها اللي لا انت الطفله قلت لي بعدت عليها هاي بعدت عليها قصيتو هاي قداش عندكم ما تحكيوش مع بعضكم من رمضان دونك عز الدين من رمضان لتوا صافي خمسة شهور يمكن نسيتك يمكن عندها شخص اخر يمكن الطفله جايه ما تصورش معناتها انت الليله انت جايه علاش جاي تخطب في الطفله من بوا لا ماني جاي نخطب اني قلت لك اني نحب عم محمد الفكره انت مقيس لا بشوي باش نزيد نقرب لك اكثر انت مقيس ولا تحب تخرج بنتيجه الليله نحب نخرج بنتيجه ونتيجه نحب نخرج بها الاكثريه اللي هو معناها يبدل رايه فيه ايه خاطر ظلمني خاطر سامحني انت مازلت حاجتك بالطفله هاي اني نحبها مازلت نحبها باش نكذب عليك مازلت نحبها ايه جاي خاطب دونك على شو ويني وذنك هايا تي باي واضح هاني قلت لك اذا كان باش يقبل دونك انت جاي باش تخطب يجبتش في ديك حاجه ليه اي تا واحد جاي في ميسيون دو تيلي وجاي يخطب في بلاي جاي يديك فارغه ولا جايب له هنا اش باش تغني له الليله كان تقول ما جبتش بوكي دو فلور وما جبتش خاطر هكا ولا اي باش تخطر انت يا قاعده تفدلك يا قاعده تلعب وانا نحب ان العباد جديين تفهم فيا جاي حاجتك بالطفله ولا جاي تفدلك كان جاي تفدلك خرجك من تو ليه مش نقول لك سي علي اني شنو الحكايه هو لا لا, لا 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 جاوبني على السؤال شنو فرض عليه اني حاجه بالسيف هو قال لي ليه باش نفرض عليه حاجه مش على قال لا قبل ما يقول لا انت الهدف من جيتك الليله علاش جاي اسونسيلمون صحيح باش تعرف علاش رفضك هاي هذيك علاش جاي هذا متفقين اي ماك جاي باش ترجع للطفله دونك ركز في الجواب نتاعك تو توت سويت جاي باش تعرف السبب وينتهي الموضوع ولا جاي باش تعرف السبب تقيس شنو هي رد الفعل نتاعو سي سافا خليني نشوف ساعة شنو هو بعث لي اللي فيه الخير ربي سائل فيه يعني المهم هو ساعة تبدل ساعة فكرته علي اني هذيك باش حاجتي اني خاطر الحكايه سي علي اثرت عليه برشا هو انت ظاهر حاجتك بالطفله اما عارف الحاج باش يقول لك لا ليه ترسي لك في تهنتيله الليله هيك هي شنو هو ليه سي علي تسمعني ولا ليه تسمعني تخاف لا تخرج تعرفوا خفاي حنين ولا تعرفها حكايه خفاي حنين حطها قمرها مليح 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 تو بعد فسرها لك كان صار اللي ما نحبوش يصير ان شاء الله باذن الله شو اسمه الحاج؟ عم محمد الليله عم محمد يكون موجود بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك خطيبته اللي بوها رفضه جاي الليله مستدعي في برنامج عندي ما نقولك يحب يعرف سبب الرفض من خلال الاجابه يتقدم للطفله والا لا الليله في برنامج عندي ما نقولك نتمنى انه سي عز الدين يخرج بنتيجه على الاقل ايجابيه اللي تخليه يفهم علاش بو الطفله رفضه اللحظه الحاسمه مع زميله ريهام مساء الخير مرحبا بك اهلا بك ريهام مرحبا اشكون بحذاك لاله مانيش وحدي الليله معايا سي محمد سي محمد مرحبا بك سي محمد مرتاح مش متخلق جوز داخل بعضه شويه تعب قال لي خاطر قمت صليت الفجر بكري اكيد يصلي صلواته حاضره دونك تعب شويه مرحبا بك سي محمد عندك فكره شكون النجم يكون استدعاك الليله لا ما عنديش فكره ما نمبورت كي مش مشكل مستعد تواجه معناها باللي باش يكون شو عندي انا ما عندي حتى مشكل ان شاء الله منطلقه كان الخير تتفضل ان شاء الله ملا تهبط مع زميل حاتم العلي وغادي كتشوفكم ما نطولش عليك
مرحبا بك. زيد هكا شويه. اوكي. مرحبا بك سي محمد، شحوالك؟ الحمد لله. قداش عمرك سيدي؟ 65. 65 سنة. عندك شي فكرة شكون ينجم يكون استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقولك؟ نابورت كي، مش مشكل. أنا ما عندي نابورت كي، معناتها أنت ما عندكش حد معين هكا؟ نورمال، أنا ما عندي حد. نقدم لك المؤشر رقم واحد. طب يا سي محمد، الناس في ظهرك تتكلم وفي وجهك تبوس وتسلم، مش هكا؟ الناس في ظهرك تتكلم وفي وجهك تبوس وتسلم. لو أعلم. لو أعلم. الله أعلم. إلى المؤشر رقم اثنين. طب يا سي محمد، الناس بكري يقولوا شيء ما يدوم كما مشات الضحكة تمشي لهمو. قال شيء ما يدوم كما تمشي الضحكة أكيد. أكيد تجي لهمو. أكيد. إيه أنت تو عرفتش الهدف من المؤشرات هذوم الكل؟ ما نعرف. أنهم يقربوا لك شكون اللي استدعاك ولا استدعاتك اللي لا في برنامج عندي ما قلتلك. أنا ما عندي حتى فكرة. حتى فكرة. ورغم هذا جيت، علاش جيت؟ نورمال، أنا بليزير أول حاجة، أنا كي سرعني حد يعيشك نقبل الدعوة. تقبل الدعوة. ثاني حاجة، ما خدت خاطر بك الصحابي اللي بعثها لي بعيد جاتني، وحنا مش مشكلة يا سيدي. مرحبا بيك. أنا عندي ضمير، ما عندي حتى مشكلة أي ما حد. سيدي مرحبا بيك ونتشرف بيك. وإذا كان عندي عملت حاجة باهية ولا خايبة ولا حاجة ربي يحاسبنا عليها. سيدي مرحبا بيك ونتشرفوا بيك. شوف معايا شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك. ما نعرفوش وعمري مريته. زيد ثبت مليح. لا ما قلت لك عمري مريته ما نعرفوش. ابو غير ما هذا يغزل. انا والله عمري مريته. ما عمرك ما شفت؟ والله عمري مريته. اقسم بالله عمري مريته. لا صادق. ابني هو يعرفني ما تعرفني؟ عارفك. ها؟ نعرفك. كلمتني، سامحني يا شويه. كلمتني، جيتني، قابلتني. مالي شنو تعرفني؟ ليه؟ يا ولدي ثبت يا ولدي يرحم والديك. سلام قلبي. والله خذ الحق. سبحان الله. أنت بإيجاز تحب. يا محمد سلام ساعة قبل كل شيء. سامحني سامحني ساعة. بإيجاز يا شويه. إيش تحب؟ بإيجاز. تو انت جيت البرنامج عندي ما نقول لك وطلبت سي محمد. هاي. تفضل. اش عندك ما تقول؟ اي باش نحكي معاه. تفضل. اول حاجه عم محمد، اني نعرفك. نعرفك من بعيد. ليه من بعيد؟ معني نعرفك بالوجه، ما عمري ما قابلتك، ما عمري ما حكيت معك. ديجا سامحني سامحني سامحني. استنى سي محمد. سامحني ساعه. يعرفني بالوجه وعمري ما قابلني. اسمعوا اسمعوا اسمعوا. تي اسمعوا وخذ وقتي معاك. ما حكيتش معك، معني نقصد ما عمري ما قابلتك، معني ما حكيت معك. ايوه سي عز الدين، اتفضل يا سيدي، قدم نفسك. عسلامة يا محمد قبل كل شيء. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس؟ تفضل خويا بإيجاز من فضلك. أنا خاطر ما نعرفكش وعمري ما ريتك. أي ما سيرش، سألت عليك أني قلت لك لاباس. من فضلك عاش خويا بإيجاز قلت لك. أنا ما نعرفكش وأنت استدعيتني. علاش استدعيتني؟ باهي حاضر. بإيجاز. سي محمد سي محمد، أنت شبيك متغشش الساعة؟ ما صار حتى شيء. ايه يا اخويا لا استدعاني اكوا سير استدعاني. علاش استدعاني؟ بشوية بشوية. احنا نعرف استدعاني. ايه بإيجاز. توا شوف يا سي محمد. من لا لاباس لاباس لاباس. يا اخي هو استدعاني وانا ما نعرفوش. ايه هو باش يعرفك هو. شو غلط في الاحساس؟ ايه بالك غلط اكزاكتومو. يا خويا شكون عاد؟ هو باش يقول. تفضل. محمد اسمعني للاخر باش تعرف شنو علاش مستدعاك. اني فهمني وعايشك واسمعني للاخر. اسمع باش تعرفني شنو علاش مستدعاك. تفضل يا عز الدين. سامحني لحظة. اني طلبت منك باش نكلمك بالتليفون ولا قال لك الياس على الحكايه ولا سامحني لا باش هرك 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 خويا الموضوع اللي جيت فيه هذايا راهو مقصوص بدايه مخطوبه. اسمعني 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 بدايه مخطوبه ومش عارس وما غير ما تقلق روحك وما تكسر راسك تكسر راسك. انتهى الموضوع هذايا وبعثتك مع ولدي وانتهى الموضوع. يا محمد جايب اسمعني عاش ولدي. ما هي نسمع. اسمعني عاش ولدي. ما يصيرش نسمع. جايبني هنا اكوا سير. جايبني هنا الباه. يا محمد. هنا موضوعك تحل ما عادش عندك حتى موضوع معايا وما عادش عندك حتى حديث معايا. احنا من غير ما تحاول معايا وتناقشني.
انا قلت لك البنيه مخطوبه ومش عارس وربي يهني عليها وما عندك حتى مشكله معايا. محمد اسمعني عايشك والله ما صلي على النبي. خلينا نتحدث معايا يا اخويا. شنو مش قلت لك توا لك وسير من نفسك الخطوبه نتاع الناس ونجي لك انت يا محمد سي علي استنى مو ما عادش يهمني استنى خلص عني تاخي لازم نتكلم معاك كلمه باهي نحكي مع سي علي ما نحكيش معك انت نقول لك ايه الموضوع ما يهمنيش سامحني سي محمد عم محمد سامحني انت غلط في حقي تو خلينا نحكي مع سي علي نحكي معاه تفضل احكي معاه باهي سي علي اسمعني يا سي علي بالله عايش خلينا نحكي معك انت ما يسالش هو ما يحبش يسمعني يا سي علي راني اني مستدعي يا عمي محمد ما قدوش يعطيني حكايه ما هو رفضني اني ما قدوش يعطيني بنتك مسيف حتى انا جرز خلينا نحكي عم محمد عاد نكمل كلمه ما قلت لك ما تكلمنيش خلينا نحكي مع سي علي كاو لا حول ولا قوه الا بالله كمل يا عز الدين راني مستدعي يا سي علي ما قدوش يعطيني بنتك مسيف راني عمري ما نوصل لحاجه مسيف سامحني يا عم محمد سامحني من انت اسف نعطيك بنتي بسيف يا ديني قلت لك توا خليني نكمل كلامي يا محمد كما حكيت انت تكمل كلامك انت ايش بيك ما كملتش تكمل قص عليا هو ما خليش يا ولدي تكلم شنو خلي احكي معك انت يا سي علي اني نحكي معك انت توا سمع سمع عنده شي مزعق يحكي فيه ما كانش نصعب من غير ما تحاول معايا صحه يا زي الكلام خاطر الموضوع اللي استدعاك وانت جيت توا هي المشكله الموضوع تحل لا البنيه ربي هنيها استنى لا احنا باش ندخلوا نحكي معايا لا هو عنده حاجه يحب يقولها خلينا نشوفوه قولها وريحنا يا قولها جيني عارفش نتكلم يا عم محمد خلينا نتكلم عايشك نحب نعرف علاش رفضتني انا ما قلتلكش اعطيني بنتك قلت لك علاش رفضتني نحب نعرف علاش رفضت باش حتى تحكي معايا سامح جي صار الحكايه ذي نكره وكهو نعرفك انت ايه ما نعرفش عليك علاش نتكلم عاد اخويا خليه يتكلم نعرفش عائلتك ليه نعرفكش انت ليه يا اخي مش نحكي معك وما نعرفكش وما نعرف عليك حتى شيء يا اخي سامحني العبيد تخلقت تعرف بعضها اني ما نعرفكش انا من شابنا ما نتحدش مع الناس ما نعرفهمش انا عندي ناس طيبين خطوا لي سامحني يا محمد ليش من كرامتي ومن قيمتي عايش احنا واحد نعرف طيبين احنا وعائله طيبه ونجي ناخذ نعرفهم لا متفاهمين اما ها وش قال هو قال انت رفضته لانه فنان حول ولا قوه الا بالله فنان مالي فنان مالي فنان هذه مساحه هذه من هو قال هك هذا صحيح ولا مو صحيح اي انت رفضته لانه فنان هو شو مستقبله صح فنان؟ هو قالوا لي شو فنان يغني اي خلينا نروح قلت له ما خويا شي كنت قالوا فنان سامحني اخي تو الفن هذاك مش مهنة هواية لا يولي احتراف تو ولا مهنة عنده هو الاحتراف تو ولا مهنة واحتراف مانيش قال لي غناء يا محمد عندي دبلومات في تو في القرن بعد الثورة يقرا على روحه محمد كملت قرايتي ومانيش عندي كان الفن سامحني نقول لك اخي علاش تدخل فيها كيكة تو تفضل عندك ما سبع علاج باش تحكي مع سي علاج عندك ما تحكي معايا باهي سامحني لحظة يا سي علاج انا الناس تضيع وقت العباد بورنيا امشي يا زلمه راني مستدعي سي عم محمد هنا ما يصيرش نحترمه ونقول له عم محمد يا ربي يبارك فيك عايش اني مستدعيه راني ما قلتلوش اعطيني بنتك مانيش جاي نقول له اعطيني بنتي نقول له علاش هو رفضني بالطريقه هيك ما حبش حتى يقابلني علاش رفضت حتى باش تحكي معايا هاي هيك تو قلتلك تو انت معايا يرحم والديك شنو شو مشكلتك معايا بدي ما عندي معك حتى مشكله خلاص علاش تحب تخلق مشكله انتهى الموضوع هذاك ارتحنا منه انتهى ما عادش تحدث معايا في الموضوع هذاك عندكش موضوع اخر تتحدث فيه ما قلتلكش اي الموضوع تحب تتحدث معايا يا اخويا تحب تتحدث معايا عمل لي رونديفو القهوه ونجي نتحدث معك هاني طلبتك باش نحكي معك ما تحكيش معايا هاي نرفضك ما تحكيش معايا يا اخويا انت تطور طلبت ما تحكيش معايا خاطر ما عنديش حتى موضوع معك وما عنديش حتى سيره بيك وما عنديش حتى قرابه بيك وما نعرفكش وتسكت وما نعرفكش منين إيه لكن انت حكمت عليه لانك ما تعرفوش خلاص كان مشكله سي علي احكم عليه هو هذيك اللي غيرني ما تعرفوش ما قلتش عطيني بنتك يعني توك يبدا موضوع يهمني يعني نتحدث معاه باش نعرف فصله واهله كل شيء ما دام الموضوع هذا انتهى نحكي معاه اكوا سير ايه تقول انت مدام البنيه مكتوبها سي ما عاد شيء معقول ما عادش يهمني حتى الموضوع نتاعو يا اخويا ربي يهني عليه وربي يسهل له فيما خير ولعله يختم بما خير بمدي ايه ما هذا ايه اما تو مش يحكي لي الموضوع هذا شو مهمني فيه ايه قال لك شنو انا شنو دخلي البنيه على ذمه راجل باش نفسر لك علاش رفضتك ولا ما رفضتكش قال لك ما نعرفكش وما ريتكش شنو تحبني نعمل زيد الكلام هذا تو كان طفلة مخطوبة وحبنا ممكن مكتوب ربي تعرفش مكتوب ربي فابني أما هذه مصلي عني بي مدايا الله مصلي عني بي إن شاء الله في عائلة طيبة وإن شاء الله كل حبيب بخير أخويا وانتهى الموضوع وما عنديش من طفل آخر مش نعطيها له عندي بنت صلي على النبي يا اخي جاتك نقطة فيك انا يا محمد اللهم صل على النبي يا ودي شو مشكلتك تو انت معايا يا عشبي يا محمد ما غلطنيش حتى احكي معاك ما يهمنيش فرد مرة انا الموضوع بتاعك ما يهمنيش
موضوع بتاعك توا اصلا ما عنديش بيه حتى حاجه ما يهمنيش فيه اش دخل لي فيه كان رفضك ما يهمنيش وكان رفضكش ما يهمنيش ايه يا عم محمد رفضني من غير ما تعرفني ما تحترمنيش علاش علاش كما كيك علاش تعمل كما كيك سامحني كان روح احترام ليك انت خويا كان عنده انا ذري اللي فهمته انه شوف حسب كلامه حسيت انه زوز يحبوا بعضهم يودي تقول هذا عاش ما عاش انتهى الموضوع ذاك انتهى يا سي علي لو سمحني توا سمحني توا بنتك يخطبها مع ولد عائله طيب وتعرف وتعرف مفصل وتعرف كل شيء نجي تفصل الخطوه نتاعو لا لا بدا سمحني يا عم محمد كي اختاري ماهيش مخطوبه ماهيش مخطوبه ما نسال بنتي تلتزم حدود دقيقه نسال بنتي ها نسال بنتي تفضل انا نجي نشوفوها على بنيش انا مازال تفضل مرحبا مرحبا بك نسال شحال من خطوط الموضوع عشان عملنا تفضل يا مرحبا عمل قل لي ما نعرفش الوليد جاي يحب يسأل علاش ترفض علاش رفضوا بوك قال رفضوا لأنه هو فنان بين له الحاج قال له لا أنا ما نعرفك شو ما قابلتك شو ما عمري مريتك هذاك علاش البنية راه توا جاي مكتوبها وانتهى الموضوع أعطيني أنت الرواية اللي أنت تراها مناسبة خلي انتهى الموضوع أنت مكتوبك يظهر لي عندك وخاطبك راجل والسيد هذا قاعد كل مغبون مسكين ما هو فاهم حتى شيء سمحني قابل مرتي وقابل ولدي وحكوا له الموضوع قال لي لا قال لي قال لي قالوا له الموضوع هذا انساه قال لي قال لي واضح واضح مش على خاطره فنان رفضته لا لازم فيه انا فنان فنان نروحوا مش انا نروح انا أيوة. نعرف انا بنتي نعطيها اللي ساعدني ساعدني معقول هيك ولا معقول لا وهو صحيح ياخذ يحب واذا كان البنيه موافقه موافقه مش موافقه مش موافقه ايوه امل عسلامة عسلامة امل مش نحكي معك شويه تفضل بعد اذن بوك بتبيع انت كي قلت لي اني وياك عرفتك وقتها انت ماكش مخطوبه صحيح ولا باهي كي رفضني بوك شنو قلت لي انت مش قلت لي خاطر اكثر حاجه على خاطر الغناء قلت لك صحيح ولا لا هي هذاك علاش اني مستدعي بوك ما قلتلوش اعطيني امل بسيف اني مانيش جاي ناخذ فيك بسيف ولا قلت له جاي نجيب عليه نقول له اعطيني بنتك اني خاطر انت قلت لي على خاطر انت فنان هذاك علاش رفضك بابا هذاك علاش جايبك اني يا محمد سامحني لحظه خنكمل كلمتين وبعد تالي يتكلم ما يصيرش اني نسكت اني باي سامح كمل كلامك هو وشخر شكاو تفضل عزدي لا اله الا محمد رسول الله يا محمد حبيت نقول لك اللي راني اني انسان باهي وكان انت ما خو سامحني خنتكلم خلي مثال يا عم اسمع خلينا نتكلم مع محمد ربي خليه يبلغ اللي شوف الكلام مش عيب وقاعد يكون في كلام معقول ويحكي بطرب يا الوليد ايش نقول لك مثال نسمعه ما فما حتى شيء خايب فيه لا بالعكس بارك الله فيك ويعطيك الصحه تفضل ايه الحاجه اللي غيظتني اللي اني عم محمد ممكن هو كي قالوا له فنان يقول لك عزيز ما عرفش اني يتبع في البنيات ولا يسكر ولا يتكيف زطله ولا حاجه صلي على النبي خليه مسيت مسيت شعر محمد هو مش يجي في بالك باش تقول له فنان مش إيه انت شنو انت اني خاطر علي سي علي مريقل راني مريقل سي ما عنديش الحاجه تذوم حتى الدخان عادي ما تكيفوش اني اني دخان عادي ما تكيفوش يجي يشرب ولا تبع بنيته ليش على سمح هذاك علاش اني جايبك لنا ما قلتكش اعطيني بنتك ربي هنيها بنت لحظه كل فنان عنده زطله وعنده دخان وعنده سكر صحيح يا حاج مصحيح كلامك صحيح مصحيح مصحيح مش كل فنان زطلة ودخان وكذا لا ثم فنان محترم بيان سور بنات عائلات بيان سور نعرفهم بحق نعرف بنات عائلات حتى كي يدخل يغنيوا في الحفلات ولا تلقى محتشمين اي ومستورين وما عندهم حتى مشكلة ما فماش مشكلة هذاك انت رفضته لأنك ما تعرفوش اي كنت نجم تسأل عليه خويا نسأل ايش نقول انا قلت خويا علاء قلت له كان الموضوع يهمني مثال يهمني مادام يهم البنيه نسي معقول هاي البنيه بحذانا هاي عمل شنو موقفك من الموضوع هذا خلينا نفضوا الموضوع هذا وينتهي ولا ما نعرف احنا كل شيء حكينا فيه وكل شيء مريقل و اي نعرف عمل سامحني لحظه اي نيويك ما قصيناه في رمضان صحيح ولا لا من اللي قال بوك من اللي قال بابا ليه اي من اللي قال بوك ليه صحيح ولا انت شنو قلت لك قلت لي عزين قلت لك علاش عمل بوك رفضني قلت لي خاطر كي قال كي قلت له راهو فنان قال لي صحيح ولا لا اي كل بو قلت لي انا عايش معاك في الدار ما كنت قلت لك هكا اي كل بو ام يتمنوا لبنتهم خير وانت مزت صغير وانا مزت صغيره انت ما عندك حد شيء طاو باش تقدموا ليا ولا لبابا ما عندنا حد شيء مزت صغير انت ما عندك حتى مستقبل راهو واني مزت صغيره زيدا ايه اني قلت لك اني سامحني يا امل اني ما قلتكش راهو جاي باش نقول لعم محمد اعطيني بنتك الحكايه هذيك مشات على روحها صحيح اي في بالي باها بيسامحني اما اني
علاش رفضني بالطريقه كما كاك بطريقه ماهوش محترمه؟ حتى كي قلت له عم محمد خليني قابلك وعرفني اني وبعث لي احكم عليه، كي تقول لي انت ليه قبلني انفاس واحكي معايا، كي تقول لي بعث لي ليه انا نمشي راضي وقتها نقول لك مريقل انت حر، اما انت رفضني ما غير حتى بتقبلني. انا جبت هنا باش نعطيك رد تاعي، جبت هنا يعني هذيك انتم الشباب توا النقطه الحساسه بتاعكم تجيبوه قدام التلفزه باش انت سامحني انت كون جاي قصدك شريف انت راك عاود اتصلت بيا وعاود يا محمد سامحني يا محمد بالله لحظه كلمه كهو كلمت خالت باهي سامحني كلمت خالت حبيبه قال قلت لك هي قلت لك قلت لك راهو رفضت حتى باش تقابلني وتهز علي تليفون صحيح ولا لا؟ عندي ما كانش فيه تليفون صعب كلمت ولا كلمتك يا محمد ولا بطلبت هاو نعطيك سي علاء نجبد التليفون كلمت خالت حبيبه يا محمد نجبد التليفون سي علاء تو الا كان طاقه ديبرو نتاعو احكم اللي بتحب يا عم محمد كلمت خالد حبيب انا قلت لك انا توديك على شويه تكلم على كلام معقول ما عادش نبروك انا كيفاش نكلمك ايش عملك عاد اللي انا يا عم محمد سامحني كلمت خالد حبيب قلت لها عاد خليني تو سي كلمت ولا ما كلمتوش البنيه قالت لك انا مانيش ليك وانت ماكش ليا هذا موقف ايه هذه الحكايه انا حاطها في مخي صحيح مشات على روحها الحكايه مانيش انا شنو نقول له عم محمد جاب عليه نقول له اعطيني بنتك المخذه بالمكتوب راهو لا حول ولا قوه الا بالله شنو تحب تو انت يا عم محمد يهديك رب تحب السياح بايجاز تحب بايجاز نحب نعرف السبب اللي يخليك ترفضني من غير ما تعرف خويا ما عنديش مشكل معاك حتى مشكل انت الموضوع هذا خرج عن نطاقي وولدنايا خرجت عن نطاقك ما عادش عندي مشكل حتى معاك شبيك ساكته انت خمسة شهور التالي قلت له برا كلام دارنا هي قلت له برا كلام دارنا توا كي قابلته قلت له ما عندكش مستقبل ما عندك حد شيء يعرفها الحكايه ذي انت السيد هذا ما عادش حشتك بيه انا سنتك على غرادة راهو ايش اقول لك سنتك على غرادة على غفلة شوف ماني كيفاش يقولوها بعد اذنك يا حاج سامحني تلمون قبل برشا عباد في عندي ما نقول لك كي يقعدوا قدامي نبدا حافظهم مش باش يقولوا مش ما يقولوش وشنو هو المخبي وشنو اللي مش مخبي انا الليله وبعد اذنك يا سي محمد نجم نحكي مع بنيه ولا ما نجمش؟ احكي في نطاق محدود لا محدود لا هو تتصورني نتجاوز المحدود انا من غير ما تاثر عليه ولا تاثر علي لا هو واضح انا لهنا مانيش مؤثر خدمتي منشط مش خاطر لا تاثر نجم تاثر ما فماش خدمه اسمها مؤثر لا نجم تاثر باسلوبك لما نصلي عليك بي عليك نجم تاثر يا ح ما قد ما تقول لي يا والله يضر لي فيك ماكو فكره غلط عليا كيما هو لا ولا لا علاه عشكون احنا يا مصدي في مقام خويا والله انت راجل طيب اسمعني يا محمد فهمتك انا طيب شوي برامج تاعك البلوله اسمعني عندك عامين اسمعني نتبع فيك بالاحكي اسمعني حتى تجي خاصك اسمعني اسمع نعم انت يا محمد راجل طيب ربي يستر وراجل به ولي عم يعمل روح اسمع نعم وانا والله لا عندي لاني معاه ولاني معاه هذا نورمال اسمع كل شيء مكتوب انا تعرف وين حبيت ندخل لهنا كان فما فيها حاجه فيها خير وفيها حاجه باهيه يا بها ويا نعيما كان ما فيهاش اللي يجعلني جرة نهار اني باش نخرب على حد انا نفس الخطوبه دي لا لا انا قلت هذا انا سالت البنيه قلت لها حاجتك بيه ولا ما حاجتكش ما مهد نورمال اخويا هذا متهمه ببيع بالنار مازالت متعلقه بيه تعرف هذا لا لا انا علاش علاش يا محمد علاش انت علاش تلز اسمع مش صغير انا استنى نقول لك اسمعني يا محمد انت علاش زدت تاثر عليها ما تخليها حرة لا ما تخليش عليها حتى ربي ما قالش راهو بهذا شنو قال هي اللي تختار لاش بين لا سامحنا نسالوا البنيه ايه ولا مستقبل كان قالت لا لا مستقبل صغارك عاش ولدي ايه مستقبل صغارك تتدخل فيه لا خاطر هما عندك خبره صحيح أحمد. لا كلامك صحيح اما ما نجيوش ضد رغبتهم لا 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 ما نجيوش ضد رغبتهم اذا كان هي راغبه اي حتى من تو اللي سمعنا بعض اما نفهمك حاجه نقول لك حاجه يلزم مش التفكير مش بالقلب مش بالقلب بالعقل لا لا انا معاك تعتبر يا اولي الابصار يا عم محمد تعتبر يا اولي الالباب يا عم محمد انا معاك انا معاك في هذا خاطر خاطر الشباب توا اي لا ماجور تاع الشباب نقول لك حاجه علاش تقع الطلاق هو الشباب محمد خاطر الشباب توا ماهوش يفكر بالعقل يفكر بالقلب اسمعني
الجيل نتاع توا مش كيما الجيل نتاعك انت. يود متفاهمين. اسمعني اسمعني. متفاهمين. وحتى الجيل نتاعي انا مش كيما الجيل نتاع هما. كل عام ينقص الحظ. ريت انت كيفاش تعرفت على المدام نتاعك وخذيتها وحبيتها تتفكر ولا؟ انا دي انا حاجه اخرى خلينا شباب احنا انسيان موديل. يعطيك الصحة. احنا انسيان موديل. تتفكر هكا الايامات. سامحني صح. احنا انسيان موديل. ايه. احنا انسيان موديل. احنا عمر ما نفكروا في حاجه بل ما نفكروا في الزواج. اي نكونوا روحنا. صحيح. تكوين. صحيح. في الدار. صحيح. في المستقبل. كلامك في في, في في فلوس تحت راسك على مياتي. اي ثاني حاجه المرحله الثانيه والمرحله الثالثه نفكروا في المراه. اي نفكروا في المراه احنا باذن الله. اي الوالدين كيف دارتين عليك. صحيح. بتيح كان فيه يرضى عليك ربي. لا لا متفقين متفقين. هذه حاجه. اما راه ساعات الوالدين يهزوا ولادهم حاجات غلط. لا فما والدين فما مش عليك انت مش عليك انت في عائلتنا. لا كلمه روحي انت على عائلتك ما نكلمش على ما نكلمش على غير نكلمه روحي خاطر علاش نفهمك علاش خاطر انت تولدك فكرتش باش تجيب له امراه مش باهي ابدا مستحيل السبب مستحيل وكو يحط راسه فيك البلاصه ليك تجي تقول له اسمعني ولدي مش نقول لك حاجتي برك ولدي كان تاخذها راك انت مشيت معاه نهار اخر ما تضيع ولا حاجه تحمل انت مسؤوليتك به يا عم عزدي خلينا نشوفوا راي الطفله مش باش نهربوها ولا نقربوها ولا امل السيد هذا يعني لك حاجه عزدي والا لا بصراحه بصراحه ايه صراحه نعرف قدام بوك صعيب فما برشا كلام نجمش نقولوا قدام بابا بيان سور نحترمه ونقدره ما نجمش نقول قدام بابا اكيد نخرج ليه ما تخرجش لا فيزيت خلي الحايزه يا حايزه بكي خبر ايه دقيق بربي تحيه كبيره للحاج اذا مسترجع تتكلم ايه يا حايزه ايه بعد باهي اوكي مسيت خليها يعطيك الصحه حاج وبارك الله فيك ومرحبا بك يا جماعه من راس تضحك أعمل اسمعوني ونبع عليكم الزوز الزوز ما توحلونيش في مواقف مع الحاج لا بالحق بالحق راجل قد بابا ومحترم الراجل وعدته ولا وديمقراطي انت تقول لي راي صعيب يا مو صعيب الحاج خلى البنية تدخل وقال لك تحكي على راحتها وما نأثرش عليها وكذا 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 يا أعمل اللي ما تقالش قبيلة نحب نسمعه من عندك تو من غير ما نسبب لك مشكلة بالعكس انت بنيه متربيه وبنت عائله وبنيه عاقله والوليد هذايا زاد وليد متربي وليد عاقل وباهي ما نقولش في شيء اما في الدنيا هذيه فما قرارات واحد ينجم يع